النهارده الحبه اللي في الاخر تاريخيه، هنتكلم عن شيوخ لهم اضرحه ومساجد وما كانش ليهم اي علاقه بالدين، شيوخ فالصو يعني. إذا ظهر به الشيب واستبانت فيه السن فهو شيخ، ده كان تعريف ابن سكيت وهو عالم نحوي في كتابه الكنز اللغوي وملقب بشيخ اللغة العربية، ومرادف ليها للمرأة المسنة العجوز، يبقى الشيخ دي للراجل والعجوز للمرأة، ولما بنقول على راجل عجوز كده بنضرب اللغة العربية بالنار. والدليل على كده النص القرآني في سورة هود آية 72 لما ربنا سبحانه وتعالى بشر السيدة سارة بإسحاق ونورائه يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أشارت في الآية هنا إنها كامرأة عجوز وزوجها اللي هو سيدنا إبراهيم شيخا، مش العكس، ما ينفعش نقول راجل عجوز. ومن المفترض أن الرجل المسن هيكون صاحب خبرة وعلم وتجارب وعقلاني وحكيم، فبدأت الكلمة تطلق على رجل الدين في عصر الاحتجاج اللغوي وخاصة بين المحدثين. ده كان أصل كلمة شيخ في اللغة العربية. النهاردة هنتكلم عن شيوخ ما كانش ليهم أي علاقة لا بالدين ولا كبار في السن. قاطني وسط البلد وجاردن سيتي هيبقوا عارفين كويس قوي اسم الشيخ يوسف، والشيخ يوسف كان من الشطار، بس مش شاطر بمعناها في العامية المصرية يعني ماهر. كلمة شاطر في الفصحى معناها الفاجر الخبيث. وكتب الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية أن شاطر معناها قاطع طريق، وهو ده بالظبط اللي الشيخ يوسف كان بيعمله. كان في عصابة مكونة من 3 أفراد، من ضمنها واحد كان بيتنكر في زي درويش، واللي منكم قرا قاعد العاشق الـ40 هتعرفوا من شمس التبريزي حياة الترحال اللي كان الدرويش بيعيشها، وكانت الناس بتكرمه بالمأكل والملبس والمأوى للكام ليلة أو يمكن ليلة واحدة كان بيقعدهم، وكانوا بيعملوا كده تضرعا لله لأن الدرويش ده من حبايب ربنا. ثقافة إكرام الدرويش دي موجودة في الثقافة المصرية وما زالت في بعض الأوساط الشعبية. الدرويش بقى بتاع العصابة ده كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يقعد عند درب سعادة قريب من باب الخلق او عند الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد حاليا، واول ما يلاقي راجل جاي لوحده بالليل لوحده خالص يروح منادي ويقول يا واحد، فيفهم السين ده افراد العصابة الاتنين التانيين يروحوا طالعين على الراجل ده وقطعين عليه الطريق وسرقينه. بعد كام وقعة سرقة البوليس عرف الموضوع وعمل كمين وقبض على الدرويش، ومع سين وجيم وشوية ضغط الدرويش ده اعترف على باقي أفراد العصابة اللي هم مين؟ اللي هم الشيخ يوسف والشيخ صالح أبو حديد، وده تاني شيخ هنتكلم عنه النهاردة. الدرويش النصاب فرفر في إيد الحكومة ومات. طبعا اتربوا الشيخ يوسف والشيخ صالح، فبدأوا يفكروا في حيل جديدة علشان ينقذوا نفسهم من المصير اللي مستنيهم. الشيخ يوسف لجأ لوزير المالية الأول في حكومة محمد علي باشا الكبير وهو محمد لاز أغلي باشا، وبالمناسبة هو اسمه مكون من اسمين، لاز أغلي مش لاز أغلي، مش كلمة واحدة، لأن أغلي بالتركي معناها ابن وهو اسمه محمد لاز، فلاز أغلي معناها محمد ابن لاز. وبالمناسبة هو اللي نسبت له فكرة مذبحة القلعة للتخلص من المماليك. وعفى محمد لاز أغلي باشا عن الشيخ يوسف وبناله ضريح لما مات واتدفن معاه في نفس الضريح، ومن شهرة الضريح ده أطلق على أقرب ميدان في جاردن سيتي نفس الاسم، وبقى اسمه ميدان الشيخ يوسف إلى أن تغير على اسم الوفدي عبد القادر حمزة باشا صاحب جريدة البلاغ. أما عن زميله في العصابة الشيخ صالح أبو حديد فاحتنى بمطربة مشهورة ادعت إن هو مجنون وسلسلته بعد ما فقد النطق من كتر ما كان خايف. بعد فترة كده قالت ان هو بيقول الغيب، فبدأ يزوره الامراء والاعيان والمشاهير بالندور والهدايا علشان يقرأ لهم الطالع. مات الشيخ صالح وبناله الخديوي اسماعيل مسجد في الحي الحنفي. ولو الشيخ يوسف عنده ميدان وضريح على اسمه والشيخ صالح ابو حديد عنده ضريح ومسجد، فاحنا عندنا جزيرة ومسجد وجامع باسم الشيخ العبيط. تكلم المقريزي عن الجزيرة الوسطى وحددها ان هي بتقع بين الرودة والقاهرة والجيزة وبولاق، وحددها اكتر استاذ عباس الترابيلي ان هي بتقع في الجزء الجنوبي من الزمالك تقريبا كده في منطقة دار الاوبرا، لكن ما كانش المقريزي يعرف ان هي تتسمى جزيرة العبيط. قبل ما نتكلم عن جزيرة العبيط محتاجين نعرف مين هو المقريزي، لان في اي كتاب تاريخ لازم يتم الاستشهاد بكلام المقريزي.
تقي الدين المقريزي هو شيخ المؤرخين المصريين، اتولد في القاهرة سنة 1364 وكان مهتم جدا بالتاريخ، اشتغل خطيب وإمام ومؤرخ طبعا وقاضي في فترة السلطان برقوق، له أكتر من 200 مؤلفة ووصل لنا منهم 36. نرجع تاني لجزيرة العبيد، مفيش حاجة مكتوبة على الشيخ محمد العبيد غير ان هو كان من أبرز علماء القرن الـ12. كلمة العبيد في الفصحى معناها اللي بيتملك من حاجة أو بيسيطر عليها، يعبد الذبيحة أي عارف يعفقها يعني. أما في المصري العامية المصرية فمكونة من شقين أصلهم فرعوني، عام معناها حمار وبيت معناها شخصية، أي الشخصية البلهاء الساذجة يعني. المصريين بقى كانوا بيستخدموا العبيد في حاجة تانية، كانوا بيستخدموها مرادف لبهلول الكلمة الفارسية ودرويش الكلمة التركية، فلما بيلاقوا حد كده صوفي وزاهد وهائم على وجهه كانوا بيقولوا عليه عبيد. فالشيخ محمد ما كانوش بيشتموه يعني، هما كانوا بيقولوا عليه عبيد كناية عن انه درويش يعني وزاهد في الحياة. جه الخديوي اسماعيل اشترى جزيرة العبيد بأكملها من بساتين وبيوت وقصور علشان يبني عليها سرايا اسماعيلية الكبرى، وكان من المخطط ان هو هيبني عليها قصرين، قصر صغير مكان مجمع التحرير حاليا تم بناؤه بالفعل، والقصر الكبير ملحقش يبني. وكان الملك فاروق بعدها عايز يهدم تماما مسجد العبيد ويبني مكانه مسجد ويسميه مسجد فاروق، لكن كرامات العبيد قومت ثورة 52 وملحقش يعمل كده. بعد كده وزارة الأوقاف في عصر رئيس جمال عبد الناصر عملت تجديدات وتوسعات في المسجد وغيرت اسمه من مسجد العبيد لمسجد عمر مكرم، علما بان عمر مكرم شخصيا مدفون في مدافن الخفير، والخفير هنا بالخاء نسبة لكتاب لسان العرب فصل الخاء معناها الحارس الحامي الحافظ او اللي في ذمته شيء يعني. اما الغفير اللي احنا بنقولها بالعامية بالغين معناها كتير. رابع شيخ معانا وهو الاخير مش مصري الحمد لله، بس يعني صاحب خير على مصر بصراحة، هو الشيخ حيدر. طلع في يوم حر في بغداد سنة 658 ورجع لأصحابه مستقنيس قوي ودماغه عالية وعمال يضحك والناس شكوا فيه، فقالوا له ايه اللي حصل لك يا شيخ حيدر؟ قال لهم خرجت للصحراء فوجدت كل شيء لا يتحرك إلا نباتا له ورق فجعلت أقطف منه وأكل، وحدث عندي من الارتياح ما قد شهدتموه. ايه النبات ده بقى؟ حشيش. عدي لسوق لحاجة ايه؟ ومن ساعتها نصح صحابه بيه واتشهر من بغداد للشام لمصر حتى المغرب العربي، ونعم الصحاب يا شيخ حيدر. واننا بنتكلم عن الشيخ حيدر والحشيش فلازم ندي نبذة عن الحشيش في مصر. زراعة الحشيش كانت بتتم بشكل رسمي جدا وبعلم من الحكومة في مصر، ومن اماكن المشهورة بزراعة الحشيش الطبالة وباب اللوق وبولاق، لحد ما قررت الحكومة انها تمنع زراعة الحشيش بسبب ان هو بيدمر الاعصاب تماما. وللمقريزي قول في ذلك، قال ما بلي الناس بأفسد من هذه الشجرة لأخلاقهم، لأن من كتر الحشيش بيشتغل على أعصاب الجسم الشخص ما بيبقاش عارف يثبت على موقفه ومبادئه. وكان كافور الإخشيدي أحد حكام الدولة الإخشيدية حكم مصر 23 سنة بستان مشهور بزراعة الحشيش، لدرجة أنه الشعراء لما كانوا بيحبوا يعبروا عن مكان يعني المزاج فيه عالي قوي كانوا بيستخدموا بستان كافور كلغة بلاغية في شعرهم. شكرا شيخ حيدر. ودي كانت حكايتنا عن الشيوخ الفالسو اللي ملهمش اي علاقة بالدين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج عشان في حكاوي مسلية تانية هنقولها الاسابيع الجاية. عايزين نبعت حب وامتنان وشكر لكل اللي بعتولنا تعليقات ومسجز الاسبوع اللي فات، واللي ما شافش حلقة الدي اي دي هيلاقيها في الديسكريبشن بوكس على اليوتيوب او على الفيسبوك بيج. تحياتي واشوفكم الفيديو الجاي.